تفاؤل وإصرار. كل الدفء هي everything. الحنان والعطاء. ذلك المزيج الرائع من الحنان والدفء والصرامة العلمية أيضا. لا أستطيع أن أتذكر الدكتورة لولا إلا بابتسامة ترتسم على المحية وحسرة في القلب. ابتسامتي لأنني أتذكر إنسانة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أستاذة بقيت ذكراها عطرة ومؤثرة بكل من عرفتهم، وحسرة لأن مسيرتها كانت عطرة لدرجة أن القلب يعتصر ألماً على رحيلها المفاجئ. ستبقي نحية ما دمنا نحن أحياء، وستبقى كتاباتك وسيرتك عطرة على كل ألسنتنا. وكانت قادرة على تغرس الثقة بالنفس وتغرس الرغبة في التعلم والرغبة في إنتاج المعرفة بين طالباتها، وأنا أعتز بأننا تعاوننا في إطار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لإنشاء وحدة إنتاج المعرفة، وهي وحدة قامت بالفعل بمبادرات لتأريخ الحركة النسائية الأردنية، وأيضا لإبراز عطاء عدد من الشخصيات النسائية الريادية في الأردن في مختلف المجالات، وكذلك يعني بحوث ودراسات أخرى. الدكتورة رولا القواس كانت تشيع السعادة والمحبة والألفة والاهتمام بالتفاصيل الشخصية لكل من يحيط بها، مما بنى بينها وبين من حولها جسور من المودة والصداقة والثقة والاحترام، التي يعني نادرا ما يكون بإمكان شخص أن يقوم بترسيخها لدى عدد كبير جدا من المتعاملات والمتعاملين معها. عرفتها بصفتي عضوا في مجلس القسم، قسم اللغة الإنجليزية، وهي بيننا أيضا كزميلة في القسم. كانت مثالا للجدية والعمل على نشر روح التفاؤل والإخلاص في العمل وقبول الآخر والتصالح مع الأفكار المعارضة. ولكنني أيضا عرفتها وهي عميدة للكلية، هي كلية اللغات الأجنبية، وكنت أنا يومها أرأس قسم اللغة الإنجليزية وأدبها. وحدث في أحد المرات أنها أرسلت لي ملاحظة كتابية، لم أرتح للملاحظة، فكتبت إليها الزميلة الدكتورة هنا: ألم يكن هناك من وسيلة أخرى قبل الكتابة؟ ولك احترامي. وما هي إلا دقائق وكانت الدكتورة هنا في مكتبي، فقالت: نعم دكتور جهاد، لكنه ضغط العمل يفعل فينا فعله. وابتسمنا وغادرت مكتبي وأنا وإياها كما كنا وكما بقينا أيضا. في هذه اللحظات الحزينة يخفف عنا أن نتذكر دكتورة رولا أختنا وصديقتنا وزميلتنا في لحظات يعني نود أن تبقى في ذاكرتنا. يعني من الأشياء الجميلة التي أذكرها من رولا أنها كلما سألناها كيف حالك، مهما كانت الظروف مهما كانت الأوضاع، كانت تقول نشكر الله نشكر الله، وكنت أعجب بهذا التعبير. وقضية أخرى أيضا، كنا نحدد مواعيد الامتحانات مواعيد البرامج، لكن تقول لا مش هذا الموعد عشان ماما. فهذه قضية أخرى أيضا تركتها في أنفسنا يعني، وجعلت في نفوس كل من عرفها الحب والاحترام لشخصها ولي روحها المرحة وروحها المتفائلة. أوكي، ما عندي أكون إيموشنال أنا بحكي عن دكتورة رولا. بدي أحكي إنه من أكتر أشياء أظن أي حدا متعرف عليها إنه تحسس أي حدا تعرف عليه إنه هو أكتر حدا مهم هي بتحكي معه، يعني regardless of إيش الحدا عم بحكي معها، إيش الموضوع عم بحكي معها، دائما بتحسس أي حدا إنه what you says what you are saying is the most important thing in the world right now. يعني إن شاء الله عم تحكي لها عن إيش عملت مبارح، خلص هلأ you matter. وأظن هذا أكتر إشي بيعمل impression على أي حدا كان بتعرف عليها. فإنه يعني بني آدم زي هيك ما بعرف، خلص she had an effect on everyone والله يرحمك. أتحدث اليوم عن الدكتورة رولا قواس بصفتين:
أولا كطالبة في مرحلة البكالوريوس، فلقد كنت من الطلبة الذين حظوا بشرف الدراسة بين يدي الدكتورة الفاضلة في مادة الأدب الأمريكي، والتي هي بالمناسبة كانت من المواد الحرة التي سجلتها نظرا لما سمعته لكثرة ما سمعته عنها. فلقد كانت كعادتها مفعمة بالحيوية والحماس، القادرة على خلق بيئة تعليمية يعلو فيها الحس الأدبي والتفكير الناقد. أما كصفتي كأكاديمية في مركز دراسات المرأة، فلا أستطيع أن أنسى جهود الدكتورة رولا قواس ودعمها للمركز منذ البدايات. وهي إنسانة متواضعة كثير، وما كانت تعاملني إلا كأخ، وتشعرني بالطيبة وتحسسني إني أنا يعني فعال في هالمجتمع، وإني لازم أستمر وأربي أولادي وأعلمهم وأحسن تعليمهم، وتعلمني كيفية الحياة وكيف تواجه الواحد بواجه حياته. عمرها ما شفتني زعلان إلا لما تترضيني، ما كانت تروح إلا غير لما تشوف الابتسامة رجعت على وجهي. فهي صاحبة القلوب الطيبة والرؤوفة والحنونة. I used to run an international program here at Champlain, and Rula was my first partner. And you know Rula, once you had Rula on the side, then everything fell into place. And suddenly I had the University of Jordan on my side, and then all of Jordan on my side, and half the Middle East on my side. And truthfully, I could not have been able to accomplish what I accomplished without her help. Rula was a great teacher, she was a great colleague, she was a great friend. ما مش موجودة والموت حق علينا، لكنها رولا قدرت تترك إرث ثقافي وإرث علمي ما رح ينتهي أبدا. هي فتحت الطريق لإلنا، وهلأ صار إحنا دورنا إنه نحن نكمل المشوار اللي هي بدته. بحب أقولها شكرا كتير رولا، لازلتي موجودة ورح تضلك موجودة معنا، ورح نضلنا نحبك، ورح نضلنا كل ما نتذكرك ندعي لك ونقول الله يرحمك، وإن شاء الله اللي عملتيه يكون شيء بيبني عليه ويكون بقدم للوجود شيء كتير أجمل. Thank you very much. أنا بحياتي ما رح أنسى اللي عملت لي على الصعيد المهني، ساعدتني كتير، بينتني. وقبل أسبوع من وفاتها بس خبرتني إنه كان في إشي personal I was going through، كانت عارفته وما حكت عنه وما بينت لي إنها كانت عارفته، بس I have to mention it today لأنه if there's a little bit I can give back to her it's going to be this. Thank you, دكتورة رولا على كل إشي. عمري ما رح أنساكي، رح تضلك بقلبي بمحاضراتي بحياتي الشخصية ومع طلابي ومع عائلتي. شكرا كتير. الدكتورة رولا الله رحمها الله استطاعت أن تؤسس لمرحلة جديدة من الفكر، وأن ترسي الأدب النسوي بمنظار ومفهوم جديد، فكانت المنارة بحق لكل من يضل الطريق ويحمل أفكار مغلوطة عن المرأة والنساء والوطن، فكانت تصوب هذه الرؤية لدى الكثيرين. فأقول الدكتورة رولا استعجلت الرحيل، زرعتي البذار الطيب في الجامعة الأردنية في قلوب ونفوس كل من عرفك. إحدى الذكريات كانت آخرها لما كانت عميدة كلية اللغات الأجنبية. أتذكر يعني كان موقف حلو، وإحنا بالتخريج بعد ما مشوا الطلاب كل طالب كان يتخرج كان بيحضنها وتبوسه، هاي شغلة. بعد ما خلص التخريج كنت أنا خلفها مباشرة، فدارت علي قلت لها دكتورة إلا أنا ما بينا بينك يعني خلص. وأنت هي ضحكت هي طبعا بابتسامتها، دكتور زياد أنت يعني زي ولادي أنا بحبك كثير. الدكتورة رولا قواس تمتاز بالحب والعاطفة، من الصعب نسيانها تحت أي ظرف. كانت من أكثر الناس المهتمين بدعم الفقراء والأيتام، نتذكر بكل خير. أنا دائما رغم أن الدكتورة رولا قواس لم تكن أم، لكن فعلا هي كانت أم لكل الطلبة، وحتى بالنسبة لكثير من الزملاء. إذا في كلمات ممكن نوصف الدكتورة رولا، هي الحنان، العطاء، الأخوة، الصداقة، المحبة، طبعا مع الطلبة ومع الزبلاء دون استثناء. كنت دائما ألاقيها مبتسمة، دائما ألاقيها بتضحك، دائما ألاقيها بتعطي دفعة لأي حدا هيك مكتئب، حدا تعبان، حدا قلقان.
دائما هي الام الحانيه يعني كانت تكون موجوده، ولما نحتاج حزم برضه كنا نلاقيها حازمه، لكن حزم الام مش حزم حدا قاسي يعني. كمان لما خلصت انا مرحله الماجستير وصرت يعني اعتبر زميله يعني لها، مع انه انا في فرق شاسع طبعا بالمكانه، كانت تحسسنا دائما لا انه احنا المحاضرين زينا زي اي حدا بالقسم، انه احنا يعني مهمين، يعني تشجعنا انه نحكي ارائنا، ان نشارك، تسمعنا، تدافع عنا، محاميتنا، يعني كانت كل شيء بالنسبة لنا. كان لما قررت إني أتنازل عن الماجستير بسبب يعني ضغوطات اجتماعية، من ناحية التعب اللي كنت أحسه إنه يعني بحاول إني أدور على إشي أتفلفل مايسلف وأنمي قدراتي، وكنت أحس حالي إنه في إشي ناقص، فقررت إني أخذ استراحة من الماجستير. فكان نصيحتها إلي إنه don't do it، ما تعملي هيك، ارجعي كملي وبعدين فكري، معاكي صيفية كاملة تفكري فيها. فكانت وقتها يعني يمكن البني آدم الوحيد اللي opposed me، ما كانت معي إنه أغلب الناس اللي حوالي حكوا لي خدي استراحة مش مشكلة، فكري بالموضوع عادي، ارجعي بعدين. كانت الوحيدة اللي حكت لي لا you can do it، ضلك مثابرة ويعني عادي، you can fall down and get up again. كانت مو بس عميدة كليتنا واشتغلنا معها ولا دكتورة عنا بالقسم، هي كانت يعني عبارة عن أم لإلنا جميعا، الله يرحمها برحمته. وكنت دائما لما بتضايق أو بزعل أو بتنكد من شيء دائما بلاقيها موجودة، أنا بعت لها أحكي معها مثلا دكتورة صار معي كذا شو أعمل شو أتصرف. وأنا لغاية هاي اللحظة أي إشي بدايقني دائما ببعت لها على الواتساب، صح إنه ما هي ما بتشوفه بس بعتقد إنها بتحس فينا، بتحس إنه نحن لحد الآن بحاجتها، إنه نحن بحاجة ضحكتها، إنه إيجابيتها، إنه لازم نكون دائما متفائلين، نكون إيجابيين، رمز للتفاؤل، للأمل، للحنان. نفس ما حكت إسلام بصراحة، كانت هي أي إشي بنحكي أو بنزعل منه هي بس بتعطينا شوية تفاؤل، مجرد ابتسامة منها بصراحة بننسى كل الزعل وكل إشي وبنرجع طبيعيين كتير. لهلا طبعا نتذكرها يعني أي موقف صير دايما نحكي الله يرحمك يا دكتورة رولا قواس. وبصراحة أكتر هذا أكتر رمز كان على مكتبها، رمز للتفاؤل، رمز للضحكة اللي دايما كنا نشوفها على وجهها. لو أحببت أن أوصفها بكلمة أقول بأنها هذه إنسانة من الأشياء التي توضح هذا الصفة هي علاقتها بوالدتها رحمة الله عليها. فكنت لما أنادى لاجتماع ربما أكون مع الوالدة فيسألوني أين أنت، والله أنا مع والدتي أشرب نسكافيه، فهي تضحك يعني نبدأ نتجاذب أطراف الحديث، تروي لي عن والدتها أشياء وأروي عن والدتي، فهي مرأة صالحة إن شاء الله نحسبها من الصالحات. I'm very thankful to her for teaching me how to take pride in my broken pieces, how to be proud of myself as a Muslim and as a hijabi. I'm very thankful to her for everything that I will always remember through my life as a woman. I'm very thankful to her for teaching me how to adopt and adapt feminism so that it would perfectly fit into my life. I will always remember you, Professor Rula, and I will always work on making you proud. اللي بدي احكيها عن الدكتورة رولا قواس الله يرحمها، انه هي بمختلف هاي المراحل وعلى كافة الأصعدة، سواء لما كانت أستاذة جامعية أم مديرة في مركز رسالة المرأة أم مشرفة على رسالة، كانت بتتميز بالقدرة على أنها تطلع من الشخص أحسن وأحلى ما فيه، من خلال تحفيزه، من خلال تشجيعه، من خلال تحفيز قدرته وإيمانه بقدراته وتعزيز ثقته بنفسه. كان واحد من أهم الكوتيشنز اللي هي كتير بتحبها لجلال الدين الرومي: You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. وهذا القول بيعكس قديش هي بتهتم بتعزيز إيمان الشخص بذاته. دكتورة رولا أهم ما يميزها بأن فكرها الأكاديمي من ناحية وحياتها اليومية يذهبان في نفس الاتجاه، يعني هناك اتساق رائع في
مسيرة الدكتورة رولا قواس، وهذه المسيرة التي تكللت بالدفاع عن الحق دائما وبمواجهة الباطل. أعتبر حالي من الناس المحظوظين اللي صحت لهم الفرصة أنهم يكونوا من طلاب الدكتورة رولا قواس. دكتورة رولا كانت دائما تحكي لنا نبني جسور بيننا وبين الأشخاص اللي حوالينا، سواء كان من ديانة مختلفة، من ثقافة مختلفة، من عادات وتقاليد مختلفين. كانت دائما تحكي لنا أنه إحنا لازم دائما نوصل فكرتنا بالطريقة الصحيحة، وكانت دائما تحكي لنا أنه لازم دائما يكون في تواصل بيننا وبين الأشخاص الثانيين. كان يعني كانت دائما تحكي لنا نعرف حقوقنا كطلاب وكنساء وكإنسان أردني عربي. كانت دائما تحكي لنا أنه لازم نوصل أحلامنا بالطريقة الصحيحة. وإحنا دائماً منوعد دكتورة رولا، أنا وكل الطلاب أكيد اللي درستهم، إنه إحنا دائماً على الدرب اللي هي مشيت عليه، وإحنا دائماً ماشيين وحاملين رسالتها معانا وين ما نروح.